البلاد ما نعرفش بصراحة عملها فينا اليوم التليفون نطلب 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 بسيف باش نتحصل عليه. على كل حال فما ناس قاعدة تخلع كيما ضيفنا توا اللي هو من فرنسا جاي لتونس وقاعد يتخلع في بالي في ولاية بنزرت عامل كيف وإلا ليه تنسألوه. على كل حال نحكيه بالأساس مع سي حسين عن جامعة العمال التونسيين بالخارج. نتأسف الحقيقة. أهلا وسهلا سي حسين. اهلا بك. كيف اهلا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه. مرحبا بك. مرحبا بشق الانفس تحصلت عليك. راه والله انا في جزيره بنزرت مالوغوزمون الغيزو انا ان بو ديفيسيل. ايه؟ انا خرجت البار برسك كيلومتر باش نجم نتكلموا. مرحبا بك. شيخ عامل جو غاديك في بنزرت؟ اكيد بنسير بنزرت. انا تعرف لو كنت فيها دولة تونسية منها تكون مدينة سياحية 24/24 على مدة عام كامل. نجم تكون. فريمون الشيء اللي فيها وي بيان سور الشيء اللي فيها بون. أنا فرحان برشا خاطر فما برشا معناها مواطنين بالخارج فما برشا دي فرونسي. إيه. معناها فرونسمون شيء يفرح على الآخر. باش نحكيو عن المشاركة، مشاركة جامعة العمال التونسيين بالخارج في منتدى تونس العالمي الأسبوع الفارط. شنو هي أهم المخرجات اللي ربما تنجم تنفع الجالية المقيمة في الخارج ونحكيو زادة على خاصة اللي في فرنسا وأنت تنجم تكون معناها تمثلهم وتمثل كل عمال في الخارج؟ والله هو كان ملتقى منها من تنظيم أتيش منها منتدى كبير ياسر عالمي. حضروا عدة شخصيات من العالم الكل. كلها رجال أعمال وفيهم برشا 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 منها كفاءات تونسية. ناس حبت تفات من هنية في البلاد هذية. ناس كلها بمشاريع معناها ودي بلون كما نقولوا احنا متاع 10 سنين و20 سنة القدام. معناها كانت مناسبة باش تلاقاو مع بنوك تونسية هنايا، باش تلاقاو مع إدارات تونسية زادة. كما نعرفوا مالوغوزمون معناها فما برشا عراقيل إدارية خلي معناها المستثمر كيف يحب يعمل أي حاجة هنا في تونس، دونك سي با فاسيل بوغ لوي. حكاو فيها طرحت منها مواضيع، جاو زادة كما سفيرة فرنسا كانت موجودة. دونك لا بروبوزي واللي كان لك لقاء معاها. اي هي صديقة بالاساس. أي؟ صديقة للجامعة وصديقتي معي شخصيا. أي؟ دونك كان معها لقاء حكينا على معناها على الجماعة الغير نظاميين. حكيت لها غاديكا منها نقاوش منها اموان في نعاونوا بهم ولا نقصوا من الشيء هذا. هما يتصلوا بيك سامحني يا سي حسين. المهاجرين غير النظاميين. اي يتصلوا بينا بصفة مهولة بصفة كبيرة برشا. اي وعندهم رغبة انهم هما معناها ما ولا ما قعدتش معناها مركزة على الشباب كهو. الحكاية نتاعهم معناها قاعدة كيما نقولوا احنا ولات فما اثارات تونسية معناها منسوبة على المهاجرين غير النظاميين. عن معناها ديكادر كبار برشا ولا يحرقوا ما بينهم نساهم بصغارهم. معناها الكاتيجوري تبدلت وتغيرت. انا حكيت قبل معناها قلت بالنسبة للناس هذوما يلزم الدولة كلها معناها معناها الدولة بكل إداراتها بكل مسؤولينها معناها بالمجتمع المدني العالمي كل يقتل الناس هذوما. حبيت ركلات هما تونس فهمتك هاجروا بطريقة شرعية ولا غير شرعية لكن لازم الدولة تقبلها. وشنو وكيفاش كان تفاعلها؟ معناها مرحبة إنه تنجم تعاون في الموضوع هذا وإلا ليه؟ هي تحب تونس برشا تحب كذا لكن نعرفوا حاليا معناها سي ان بو سونسيبل السيتياسيون معناها حساسة شوية. دونك تقول لك لازم ليتات هي من الأول معناها توقف كما نقولوا احنا نزيف هذايا ويتنظم ويتقنن كما نقولوا احنا عن طريق سواء وزاره التكوين المهني ولا الوكاله الوطنيه هذيك للتكوين. ويخرجوا معناها خاطر فرنسا ما عادش تقبل الناس اللي ماهمش كاليفيه راه ما عادش تقبل الناس اللي ما تحكيش فرنسيه اللي ما عندهاش دبلوم اللي مش مختصه في حاجه وما عادش تقبل زاد كل شيء معناها فما حدا مجالات ما تقبلهم. دونك هي مرحبه الحق لكن بعد احنا المسؤولين غاديك ممثلين الدوله التونسيه هم يجريوا وراء هذا الكل. فهمت. مسؤولين الدوله التونسيه معناها اللي جو في تونسيا هم يجيو وراء المجتمع المدني واحنا خاطر حبيت راهي احنا مالي البلاد غاديك احنا مع فرنسا. المسؤول يجي من هنا ما يعرفش الناس وما يعرفش كوم سا سباس راه اذا كان يعمل غولاسيون حلوه معنا ويتصل بينا دونك يسهلوا له برشا حاجات وكان باش معناها يسكر الباب ويخدم وحده. أيه. مش كنا نجم يعمل حتى شيء معناها في المجمل اليوم النجم نقولوا اللي المشاركه كانت طيبه فما مخرجات نجم تدعم الجاليه المقيمه بالخارج والا التوانسه بصفه عامه اللي في الخارج. واحنا نذكروا اللي معناها شعار منتدى تونس العالمي كان التونسيين بالخارج قوه دافعه نحو التحول ومزيد اشعاع تونس عالميا. هذاك هو فوالا التابعين ديما هو شعار يلخص كل شيء. انا قلت لك اذا كان معناها سعاده السفير والقناصله والمنقلين الاجتماعيين
يعملوا معناها كما نقولوا احنا هيكل بالحق صحيح مع المجتمع المدني ويتصلوا ساعه نحصروهم ما عندهاش فرصه في الكورونا عرفاهم وعرفونا معناها الكورونا خلتنا نعرفوهم كل اللي هما معناها نسبه كبيره على الاخر فهمتوا حابين يكون عندنا امباسيدوني نسجلوهم فيه وتكون عندهم مام احنا قانون يمنحهم باش ياخذوا هما كارت كونسيلير علاش لا معناها الا ما يكون المثال اللي عنده اقامه نورمالمون كارت كونسيلير اي شخص عنده باسبور دوسي عنده حق باش ياخذ كارت كونسيلير نعرفوها بهم قاعد تسعى سي حسين انت في الموضوع هذايا توا مقترحات اللي قاعد تقول فيه الحقيقه ما نخبيش عليك سعينا برشا لكن صراحه ما جاناش مسؤول اللي يسمعنا صراحه نقولها لك خاطر احنا حبيت الكراهه لان من الا مجتمع مدني لو نقترحوا نعرفوا التيران شنو فيه ولاد فرنسا نعرفوا الادمنستراسيون الاداره الفرنسيه معناها لي كومون لكن ما عندناش البوفوار انه باش نصلحوا ولا باش نقدوا البوفوار يجي من الزوفسي معناها يجي من مساعدة السفير يجي من القناه يجي من المؤخرين الاجتماعيين للحظه هذه فرونشمون ما فماش تعاون صراحه نقولها على كل حال نقعدوا ديما في اطار متابعه الموضوع هذا يبقى للمتابعه نحب نشكرك برشا اولا لتلبيه الدعوه حسين العريبي رئيس جامعه العمال التونسيين بالخارج ثانيا على خطر انت في عطله ولبيت دعوتنا ونعرف اللي في بلاصه ما فيهاش ريزو ونعتذر مره اخرى على خطر كنا باش نعطيوك حي زمني اكبر للاسف التغطيه نتاع التليفون وشبكه الاتصالات سيئه للغايه نشكرك برشا مره اخرى سي حسين العريبي جيت نحب حاجه واحده قل. مدام كوثر نتبعكم لو 21 اوت في بنزرت هنايا لقاء مع معناها مع الجاليه التونسيه ببنزرت ومع برشا ممثلين جامعه من العالم كل في راس الجبل دونك لقاء كبير برشا ما نتصلنا بسلطه الجهويه على راس السيد الوالي وقفوا عاونونا دونك نستدعى الاذاعه الوطنيه تدعى برنامج انت راح تبلاد تكونوا متواجدين للتغطيه وتكونوا متواجدين باش لضيافتنا احنا نعرفوكم وتعرفونا على قريب نجيوكم بقدره ربي ثم نتبع كل الصحفيين اللي سمعوا فيا تويكا ناس اللي لما عملناها في باريس وكرمنا فيها مجموعه نحبوا نعملوها هنا ونكرموا فيها المجموعه اللي ما قدرتش تكون بحضرنا في باريس ويكون لقاء معناها بين الجاليه مع ممثل على الديوان التونسيه باش نقيموا معناها السيزون هذايا معناها كيفاش كان وشنو الاقتراحات فوق معناها السي في جي ان شاء الله. اكيد يا رب ان شاء الله نكونوا في المتابعه مره اخرى نشكرك برشا لتلبيه الدعوه السيد حسين العريبي رئيس جامعه العمال التونسيين بالخارج.